دارهم ويسرهم عليهم. الله لنا ولكم مقبرة الجهراء. اليوم توفيت زميلنا في خضوجو الكويتية كاسكو رياض فهد عثمان السعيد رحمه الله. الفاتحة اليوم الخميس الموافق طول الله بركاته 28/7/2022 29 ذي الحجة 1443 مقبرة الجهراء. السلام عليكم. دار قوها هي أنتم السابقون نحن الأخرون. يغفر الله لنا ولكم. محافظة جهراء الكويتية هذيل هني مقبرة يمكن اليهال الصغار. يغفر الله لنا ولكم. الفاتحة هاي الكبار الفاتحة دينا من قول الله وحده الله الصمد. وسلم على حكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون وكلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون عنا رونا عين رقيت ونسألنا يومئذ عن النعيم. يا رب والله وحده الله الصمد. والله وحده الله الصمد. نوقف بعيد احسن. حكومة الكويت يقول روح بعيد وتعال سام. الله لنا ولنا. الله والجميع. رياض فهد عثمان السعيد أسرة كويتية عريقة خاصة منطقة الجهرة. كان النائب طلال السعيد والنائب السعيد بعد وفجر السحي السعيد شخصية إعلامية معروفة. طلال السعيد عضو مجلس أمة كان بالتسعينات وهكذا الزمن.